في فقرة تقول رأيك اليوم زميلنا مبارك الكويك بيسأل الناس وش هي الخسارة اللي ما تتعوض من وجهة نظرهم. خلونا نتابع عربة الناس ونرجع لكم أنورين. حياكم الله مشاهدينا في فقرة تقول رأيك. كثير بأحيان نعيش خسارات تصير معنا، لكن اليوم إيش الخسارة اللي ما تتعوض بالنسبة لك؟ خشوا بعض الزوار إيش قالوا. الأهل والأصدقاء. ليش؟ يعني إذا راحوا ما في حد يعني زيهم. أعتقد ماتوا بعيد الشر. إيه يعني إذا راحوا افترقت عنهم، رحت أنت بعيد يعني عنهم ما تقدر تشوفهم، يعني ما حد زيهم تقدر تقعد معه. هي حاجتين، إما الأمانة ولا الهمة. فإذا خسرت الهمة خلاص انتهى وضعك، صرت إنسان كسول. وإذا خسرت الأمانة خلاص راحت أصلاً، ضاعت. استمر في الدوامة. نعم، حنستمر في الدوامة وحتصير من أحسن لأردى. فرصة وظيفية ومستقبلك، وإنك أهم شيء طبعاً رضا الوالدين. طب لو جاتك فرصة وظيفية لازم تحارب عشان. أكيد نعم، رزق هذا. رضا الوالدين إذا خسرته والله ما يعوضك فيه كنوز الدنيا كلها. فأكثر شيء ممكن الإنسان إنه يرضي فيه نفسه وربه هو إنك ترضي والدينك. بس في الحياة تبي تتوفق، تبي تنبسط، تبي تعيش، تبي رزق، ارضي والدينك أمورك تمشي، غيرها انسى. والله أنا من وجهة نظرية هو الوالد الوالد ما حد يجي مقامه. أكيد شيء أكيد. الصوني حق من دائما يأخذ منك؟ والله ينسحب أيام الدراسة. طيب ودك أن ينسحب أيام الدراسة ولا لا؟ لا. طيب تسقط؟ أذاكر وأقعد عليه بعد. عارف هذه ما في مذاكرة، في بدك تلعب بالبلايستيشن لين ربي يفرجها. لا يعني أقعد عليه ساعة أيام الأسبوع عادي. طبعاً بعيداً عن المزح وبعيداً عن كل شيء، الخسارة في أشياء كثيرة ممكن الواحد يخسرها، بس في خسارات تقدرين تعوضينها، في خسارات ما تقدرين تتعوضينها. أنا أشوف الموت يمكن واحد من الخسارات اللي أنا ما أقدر أعوض فيها نهائي. خيانة الوطن واحد من الخسارات اللي الواحد ما يقدر ويعيش تايه طول عمره بعد ما يخسر وطنه. فقد الوالدين من الخسارات اللي مستحيل لو تجي الدنيا وتروح إنه يعوضها. ريم، يمكن واحد قال من فعل جملة مهمة ومفيدة جدا، إنه خسارة رضا الوالدين، واللي بفعل يخسر رضا الوالدين يخسر الدنيا والآخرة، ومهما سوى في حياته مستحيل يتوفق، ومستحيل أصلا هو يشعر بالرضا ويشعر بالسعادة. فالله يعني يعيننا، وبالفعل الواحد دائما يحاول إنه يسعى بأنه يحصل على رضا الوالدين. خسارة الوقت، خسارة العمر، هذه لا تعوض. لما تخسر وقت وانت جالس سنين عمرك وانت جالس على الكنبة ما بتسوي شيء، وتقول بعدين، وعجلة الحياة سريعة وتمشي، والفرص تضيع، والعمر بيجري، وانت جالس عشان تقول بعدين، او جالس كسلا، او جالس لا اعلم لماذا جالس. احيانا تختلف الاسباب، ولكن كلها اسباب صراحة غير مبررة انه الواحد يجلس وعجلة الحياة سريعة وتستمر وهو لم ينجز، لم يستغل هذا الوقت، لم يستثمر في هذا الوقت. العمر اللي بيضيع، واحنا بنشوف قديش الوقت بيجري دحين، والعمر بيجري الآن. فجأة الواحد بيلاقي نفسه في 20، 30، 40، 50، يقول متى مر هذا العمر؟ أنا لسه توي ما بدأت، أنا لسه بدي أبدأ. فلازم الواحد دائما يستوقف كده نفسه ويوقف مع نفسه، إنه أنا لازم أسوي شيء، أنا لازم أتحرك. خسارة الوقت يعني كل دقيقة بتمر علينا على الفاضي وهي وكده ولا حاجة، هذه تعتبر في المستقبل البعيد راح نحس فيها، يا هذيك الدقائق وهذيك الساعات اللي راحت ياريتني استثمرتها في حاجة مهمة، ياريتني استثمرتها تعلمت شيء جديد، ياريتني استثمرتها تقربت إلى الله ولا عبادة ولا ولا ولا. فيتهيألي خسارة الوقت وخسارة العمر هذه لا تعوض بأي شكل من الأشكال أيضا. فجميل جدا إننا نحافظ على أحبائنا ونحافظ على اللي حولنا، لأنه دائما الخسارة المادية تعوض، أما الخسارة المعنوية والخسارة الأقارب والخسارة الأهل وخسارة الناس اللي عليهم بالفعل لما تفسقدهم، لأنهم هم كنز وهم أخلاق وهم ناس متمسكين بمبادئ وقيم، فهذه خسارة كبيرة. فاصل قصير ومكملين. بعد الفاصل، هل الغربة تؤجج الحنين للماضي؟